السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. معايا شلولي فيديو طارئ. يرجو ما كناش غادي نديرو نتمشاو الخوت اليوم، حنا كنا مشغولين عادي عايشين حياتنا، فهمتي؟ بغينا نساو هادشي، ما بقيناش مسوقين ليه، حيت صافي حنا الحقيقه باينه، داكشي اللي كنا بغينا نوصلو له راه حنا وصلناه. الحقيقه راه باينه قدام المغاربه، المغاربه راه كيفهموا اي حاجه طايره في السماء، فهمتيني؟ حنا ما غاديش نجيو عاد نتبلعو عليهم ولا نسطو عليهم، يعني اللي كاين راه حنا قلناه وضحنا الامور. الحمد لله البيبليك تفهم الوضع وكلشي شافو على عيني، والحمد لله اغلب ديال 99% ديال الكومونتير معانا. الحمد لله نتوما شفتو كلشي من الاول حتى الاخر. حنا اليوم مشينا راكم شفتو الفيديو اللي قبل هذا، مشينا درنا واحد لابوبليسيتي في الكونتر بارتي ديالها، غادي تفرق 2000 قفه على الناس في هاد العشر الاواخر ديال رمضان. الحمد لله كنديرو شي حاجه اللي هي زوينه اللي ننفعو بها ولاد الشعب، وفي نفس الوقت تنستنفعو حتى حنايا راسنا. المهم حنا مشينا درنا لابوبليسيتي ديالنا، تنتفاجئو بهذا عاد دابا خرج كتب كيف واحد الفيديو، لا مبغاش نمشي لهاش باغي كذا عادي. شوف الخوت حنا ما خايفينش، حنا مستعدين النداء ديال السلطات، اللي بغاتنا السلطات للنيابه العامه في اي حاجه حنا مستعدين نمشيو. علاش حنا ما كنكذبوش؟ حيت بزاف ديال الناس كيصيفطوا لنا ميساج، لا انا لا نزار، كيقولوا لنا ناري راه نتوما مجبودين، ناري حتى نتوما مشيتو فيها. خويا علاش غنمشي فيها؟ شنو درت انا؟ ما درت حتى شي حاجه. نقولوا كاع هادشي تمثيل، نقولوا كاع هادشي تمثيل، وديك الكلمه اللي قالت شنو كتعني؟ حنا ما كناش كلمه اول حاجه ما كاينش تمثيل، ثاني حاجه كلمة استحمار ديال المغاربة، حتى أنا مغربي وحتى أنا كتعنيني، فهمتيني؟ أنا هادشي غوت عليه النهار الأول، كي خرجت بالفيديو خرجت مراك، هاد الكلمات حملي مسؤوليتك عليها، يعني الفيديو حتى هما مازالين، ماشي حتى دابا، كي قال ديك الكلمة قلت لها تحملي المسؤولية ديالك عليها، حيت هاديك الكلمة أنا كنعرفها شنو كتسوى، هي ما كتعرفش شنو كتسوى ديك الكلمة، هي لا غد ليه، ها اللايف مازال عندي، دارت اللايف وقالت لهم هادوك اللي كينتقدوني غيبو زبال، يعني هادوك اللي هضرو على ديك الكلمة ديال الاستحمار غيبو زبال، هي ما زايدة فيه، هاديك السيدة هي لا تعقلوا فاش كانت جايه من مراكش كتابع شي طوموبيل ولا شي حاجه كانت في الطوموبيل، وهي تقول له تفوا على ربكم، وبدات كتخسر في الهضره، استغفرت الله. هي هكاك دايره، يعني زيرو عاطفه، تبقي تبكي حشومه عليكم. انتيا شوف نادا كنعرفك، نزار كيعرفك، كنعرفوك مزيان كي دايره. انتيا كل ما هبطولكش المغاربه كواريك وكل ما حصلتيش، اقسم بالله كون ما عرفتش شنو درتي، كون مخرجه عينيك، كون كيعرفك ديما مخرجه عينيك. ها الفيديو شحال كنتي كتسبي، كتخرجي عيني وكتسبي الخوت. حنا ما نبغيولهاش الاذيه، ما نبغيولهاش الضرر. حنا تا هي عندها بنيته والله يحسن العوان، ولكن علاش كتبقى تخرج بعينيها؟ تخرج تقول الحقيقه، الا بغيتي المغاربه يتعاطفوا معاك هي تخرجي تقولي الحقيقه، قولي بان فري ما كناش كنمثلوا، بانك انت تعديتي على هذا السيد هذا، وسيري الله يسامح، حيت انا غنتابعك قضائيا، لا انا لا هذا السيد. انا نقولك باش غادي نتابعوك حنايا عاوتاني، حنا دابا باش غادي يستدعيونا؟ لا استدعاونا، حنا ما مستدعينا حتى شي واحد. حنا في حاله مشاو استدعاونا، انا بعدا غادي نتابعك بانك اتهمتيني، انت السبب باش غيستدعيوني، فاش غيستدعيوني؟ نقول خويا استدعيتوني؟ ايوا كانت السيده قالت بانكم كتستحمروا المغاربه، نقول له قالتها فما خويا كنتابع هاد السيده على الاتهام ديالها، غنتابعك انا لك اتهمتيني بالتمثيل وكنستحمر المغاربه، اقسم بالله حتى غادي نتابعك عليها، ما غنعقلش عليك. باش نقول لك من هنا هاكا تزيدي الخل على الخلول، بغيتيها تقاد ديك الامور ديالك وبغيتيها خاصك تخرجي باعتذار، اعتذار وتقولي بان فري هادشي كان كامل حقيقي، وبان هاد السيده تعديتي عليه، وبان داكشي كامل اللي وقع، سينو تحملي المسؤوليه ديالك. انا كنعلمك من هنايا العاطفه وبقات بكي، راه كلشي كيعرف يبكي، راه بان كيقتل واحد كيبقى يبكي. والله ما قصد نقتلو عادي، راه كنا كنغلطو. انت الغلط اللي درتي انك فاش وقع الغلط كان عليك تعتذري، وانت غلط كبير درتيه. النهار الاول السيد جا عندي ما عندوش فين يمشي، هذا راه الدراري هذا راه مريض نفسانيا، باش تعرفوا النفسانيه ديالهم مريضه، يعني هاد السيد خاصك تتعامل معاه بلاتي احسن وبشويه وكذا وبعد. انت كنت كتحقري عليه، كنت كتضربيه، ومازال عندي دلائل عليك، ومازال شي اقسم بالله. شوف انا كنقول لك انا عارف تشوفي هاد الفيديو هذا، وما تخرجي تعتذري، ومشات تطورت الامور، وصلت للنيابه العامه، اقسم بالله تنعطيهم فيديو ديالك غادي يخبرك. انا تنقولها لك خرجي اعتذري قبل ما تكبر الامور، غتخرجي غتعتذري قدام مغاربه، وغادي تعترفي بان ما كناش كنمثلو، بانك كذبتي واتهمتينا باطلا. راك كي كتزيدي شوف اقسم بالله انت سبيتيني، راه فيديوهات عندك سبيتيني قبل من هادشي، سبيتيني ما غاديش تسبن، وسبيتي الاعراض ديالي، عندي اوديوات كتسبيني فيهم، زائد اتهمتينا بالتمثيل، وانت شوف بزاف ديال الحوايج عندك، زائد عندي فيديو عليك يصيفطك للحبس، اقسم بالله عندي فيديو عليك يصيفطك للحبس، غتخرجي باعتذار وتطلبي السماحه من جميع المغاربه، وديك الساعه منك المغاربه، انا كنهضر على راسي، سينو اقسم بالله تندير معاك اجراءات قانونيه، يعيطوا ليا ما نعقلش عليك، حيت انت مشيتي قلتي واحد الكلمه اللي ما تقديش عليها، ما تحمليش المسؤوليه ديالها، ورديتينا وجمعتينا كامل كنتي كنستحمرو، هضري اختي على راسك، هضري واش ما علموكش، هضري بصيغه الفرد، ولكن ما قارياش، كون كنتي قاريه، أولا ما غاديش تقولي هاد الكلمه الخطيره اللي قلتي، حتى راه كلمه تسرى على شعب مغربي، راه الشعب راه كتسمى راه
راه الشعب المغربي العظيم، راه ما كاينش شي قنت في العالم ما فيهش المغاربه. ماشي كنقولها زعما كنجامل الخوت، شوف باش زيرو نفاق زيرو عاطفه. من نهار حليت القناه ديالي من 2007 شحال وانا في اليوتيوب، من 2007 ل 2021 شحال من سنه؟ شحال من سنه؟ 14 عام في اليوتيوب. عمركم سمعتوا مني شي حاجه سبيت فيها البيبليك؟ لا، يعني ماشي كنمثل عليكم، يعني كنحترم البيبليك. انا ما كنخصش هضره، كنحترم البيبليك، يعني البيبليك فوق راسنا فوق عينينا، حيت كنعرفوا قيمه البيبليك. فاش كنكون كنتكلاشو ما كنقصدكمش نتوما، فاش كنكون كنهضر ماشي دابا طيحت من البيبليك. هي كتكون اللي كتهضر مع شي واحد كيكتبوا لي كومونتير كتسب كلشي. حنا كنحترموا البيبليك الى اقصى درجه، والبيبليك فوق راسنا فوق عينينا. و14 عام وانا في اليوتيوب عمري قلت كلمه استحمار، عمري قلت شي كلمه اللي هي غلطه. ندير فيديوهات ديالي في الموتيفاسيون بعيد على المشاكل. لهذا هذه الكلمه فهي كلمه خطيره، والشعب المغربي شعب عظيم وشعب ذكي، وديما كنكبروا بالبيبليك، وديما الهضره كنقولها ماشي اول مره. يعني هاد السيده تعديتي عليه، يعني حنا فاش كنا كنوضحوا الامور وضحنا، قلنا غير الصراحه، وربي على ما اقوله شاهد، ما قلنا حتى شي كلمه، ما زدناش عليك شي حاجه اللي هي ما كايناش. غير اللي كاين قلنا، حنا ما خايفينش من المتابعه، ما خايفينش من النيابه العامه، ما خايفين من حتى شي حاجه. علاش؟ حيت ما دايرين حتى شي حاجه، والنيابه العامه والسلطات من حقها تستفسر اللي بغات تستفسر، ولا تستدعاونا غادي نمشيو ونعطيهم الدلائل اللي عندنا. عندنا بزاف ديال الدلائل عليك، عندنا شي حوايج حدا اخرين، غنعطيهم لي زوديو، غادي نعطيهم كلشي، كلشي غادي يبقى عندهم. ها باش نقول لك، ولا غادي تقول لي نزار خرج لك لي زوديو ديالك، انت الاولى سبقتيه وخرجتي له لي زوديو ديالو، قلتي مع انتما راه كيصيفطني كيدير ليا، يعني عاد ما تصوري منه، انت خرجتي له لي زوديو ديالك، هو خرج لك لي زوديو ديالك، صافي عادي. اما انا شي اوديو بيني وبينك ما خرجتو لكش، ما تصوري والو مني، شي حاجه صيفطتها ليا ما صيفطتها لي انا والو. ها باش تكون، باش نهضر معاك، حيت من الناحيه القانونيه مكلخه، من الناحيه السوشيال ميديا مكلخه، من اي شو جميع النواحي انت مكلخه. دابا زدتي خرجتي في هذا الفيديو، هي زدتي كتبيني كلاخ ديالك. اخوتي واش كتبكي؟ علاش كتبكي؟ فاش كنتي كتقي تربى بلي استغفرت الله تسبي في الرب وتسبي في الدين والمله وسبيتي لنا والدينا، نسمعهم اوديو ديالك؟ دابا فين هو ديك البكا؟ وديك الاوديوات اللي كنتي كتصيفطي؟ فين هما؟ فين مشاو ديك الاوديوات؟ الله يلعن كذا وكذا وتسبي لنا والدينا، وشنو امي كتلعب معاك؟ تسبي لي والديا وفاش صيفطتي ميساج للام ديال نزار وسبيتيها؟ ها؟ الخوت، وبالنسبه نوضح واحد الامور، بالنسبه النزار قال لك بان الشرطه القضائيه كتستدعيه في اكادير، الشرطه القضائيه كتستدعي نزار في اكادير بسببها هي. انا نقول لكم علاش، نزار مشاو عند شي عائله، ياك مشيتي عندهم؟ انا عندكم. واش مشيتي عندهم ولا جاو عندكم؟ جاو عندنا للدار. المهم شي عائله جات عند نزار للدار، نادا كانت مع نزار في الدار، جات ديك واحد السيده كان عندها ولدها كانت معاهم في الدار، نادا كانت كتصور فيديو كتشطح فيه فلوك، دايره فلوك ديالها وكتشطح فيه. ولد ديك السيده صغير عنده 8 سنين بان، راه عندها قضيه دابا من غير هذا الاستحمار، عندها قضيه اخرى اللي تاهي التشهير وتاهي راه فيها الحبس. شنو دارت؟ جات هي ديك الوليد الصغير بان وكانت كتشطح هو عنده 8 سنين، لاحتو لاحت الفيديو هي. جات ديك السيده عيطت للنزار وعيطت للندى، قالت لهم الله يرحم لكم الوالدين، ديك الفيديو مسحوه وعاودوه، راه كيبان فيه ولدي، انا ما بغيتش ولدي يبان. وهي حيت الاب ديال الابن ديالها مرتبه، عنده مرتبه في البلاد، يعني عنده بوست، عنده منصب في البلاد، قالت له الله يرحم الوالدين اختي مسحي ديك الفيديو. قالت لها سيري تكدا وكذا ما غاديش نمسح، هكا اللي قالت لها سباتها، قالت لها ما غانسوش وسباتها. يعني ديك السيده ما قالت لها شي كلام، يعني قالت لها مسحي ديك الفيديو، هي ما بغاتش تمسحو. يعني قالت لها درت لها استغلال الاطفال، ياك درت لها استغلال الاطفال ودرت لها التشهير. يعني انت عندك مشكل ديجا في المحكمه، وانت كتحلف بالله ما تسمح لك. هي سمعنا كنقول راه دارت شي كيتاب نزار وبيك، ولكن نزار ماشي القناه ديالو، ماشي هو اللي كان كيصور، ماشي هو اللي مصور. يعني السيده هذه في اكادير دويت معك كدا شوفي على وجهي صافي خليها، قالت لي لا، قالت لي ما غاديش تسمح لي. يعني هضرات معاك ما مره ما جوج سبيتيها ما خليتيهاش بالسبه، السيده ما تصطاتش ليها. يعني السيده قاري القانون، عندها بنتها في القانون، عندها بزاف ديال الناس، هضرات معاك. انت تخرج وكيله الملك. شوف ماشي عليك، شوف القانون كلشي سواسية، ماشي على قضية بنتها، ولكن في القانون راه السيدة قالت لها مسح الفيديو، خاصها تمسح الفيديو. ولدها صغير ما بغاتش يبان الفيديو كتشطح فيه، داكشي من حقها. قالت لها التشهير واستغلال الأطفال، استغلال الأطفال والتشهير راه تعبيرة خطيرة، هي مش عارف فيها. دابا أنت حسبتي هذه القضية هذي راه صافي. عندي دابا جوج ديال القضايا، راه شي كيستدعيو نزار الشرطة القضائية غدا جاية عنده، راه إن شاء الله غدا غادي يمشيو عندهم باش نشوفوا مالهم شنو المشكل ديالهم، وراه غيدي بالأقوال ديالهم. راه ما كاينش كيف ما كتشوف. علاش تخاف نزار؟ شوف يعني غيمشي عند الشرطة القضائية، مالك ما مالك، راه صورات الفيديو، وهاد السيدة عيطت لنا باش تمسحو، يقول الحقيقة، واش يكذب على راسو يمشي الحبس؟
يعني خاصو يقول الحقيقه. راه صورنا فيديو وهاد السيده قالت لها بصحيح ملي ما بغاش تمسها راه السيده مشات دارت الشكايه ديالها. غايقول داكشي القناه ديال من ديالك، الفيديو ديال من ديالك، سبان سبيتي السيده نتيا، يعني هذا ما عنده ما غادي يديروا له. يعني انت كتحملي كامل المسؤوليه، يعني القضيه عندك واحده اخرى زائد بلا القضيه ديال عباد الله. انا نهضر شوف ما انا ما بغيتش المشاكل، ولكن علاش انت دايره هكا؟ علاش اختي نادا دايره هكا؟ خرجي في فيديو اعتذري. ودابا كتزيدي دابا نسوق سؤال، انا احسن كون في الاول فكيتي الامور واعتذرتي، ولا انت دابا خرجتي كتبكي وتدليتي بحال هكا؟ غير نوبي هذوك عايشه. يلا دابا هي السؤال، علاش من الاول ما تخرجي تبقي تبكي بحال هكا وهاد العاطفه؟ ولا انت ديك الدموع بيني اقسم بالله ما كتبكي، باينه ديك الدموع ديال بزز، باينه ديك الدموع ديال شو اللي كيبكي راه كيكون باين، راه كتحس به كيبكي، راه كيبوشك، شباب كتبكي عادي كتبني كتعصري في البكا، انا بنتي اللي دايره شي لعبه لعينيك شي تقطيره ولا شي لعبه. انا واحد الحاجه بلاتي، كيف ما بكيتي انا؟ شوف انا ماشي كنعطاكيك ولا شي حاجه. كيبكي مسكين كل ليله كان كيبات كيبكي شحال من مره. انا مدوي على راسي، انا حقاش بكيت المره الاولى ملي جيت على هشام، بس كتقول لي نزار كيغضرني نزار كيخوني وكنتي كتبكي، دابا ما بقيناش غنتيقوك، كيف بكيت المره الاولى غتبكي حتى المره الثانيه. انا عمرني بكيت انا. حنا شوف حنا ما هاربين من والو، شوف حتى مش ما كيهرب من دار العرس، حنا مرحبا مرحبا دابا النيابه العامه تعيط نمشيو عندها فوق راسنا فوق عينينا، قاضى فوق راسنا عينينا، السلطات الشرطه الدارك فوق راسنا فوق عينينا، راه اللي قالوها مرحبا. حنا ما هاربين من والو، اصلا ما داير والو، هاد السيد جا عندي تحمى فيا قال لي وقف معايا، وقفت معاه. شنو درت انايا؟ ما سبيت مغاربه، ما سبيت حتى شي واحد، ما اديت حتى شي واحد. فوق راسنا حتى حنا وحدين من المغاربه. يعني خرجنا خرجنا، شوف قلتي كنستحمروكم المغاربه، المغاربه فيهم مي اختي، يعني بقي هذا خاصك تربطيني. من الاول قلنا لك جمعيات شي طويل كان لك تخرجي وتعتذري وسمحوا لي وانا غلطت مع داك السيد وصافي غنفكوها بلاتي هي احسن، ولكن باش تخرجي كتزيدي كل مره علاش ملي كتبكي دابا شنو استفدتي؟ من الاول وزنيه بس دابا عندك مشكل اخر مع سيده اخرى، عندك مشكل اخر. واحد المره واحد خاص المغاربه يعرفوها. بالنسبه لك انا دابا هذا السؤال موجه لك انت وما موجهش خوتي المغاربه، مع كل تحياتي لهم. علاش هضرتي مع ديك اللي ضربها 5 سنين؟ هذا راه صاحبي اللي وصلها ليه، ومشيتي قلتي لها نتفقوا على نظام باش ندخلوا الحبس ونعطيك جيش المليون. وراتو لي زو وراو لي زوفيو. لي زوفيو ديالك راه عندي. مشات اخوتي عند واحد السيده كانت ضربها مع 5 سنين، قالت لها اجي. الصديقه ديالي. كانت هي وياها عادي، كنتي مصاحبين راه لحيه فيها كلشي كيتصاحب باش ما بقاوش كذبوا ما بقاوش يمثلوا على المغاربه. انا ديما انا شوف كتعرفوني. شوف حنا ماشي شغالنا فيك. حنا شوف اخوت المغاربه كتعرفوني داير هاك، انا اللي كاين كنقول. داير بيبليسي داير بيبليسي، كنتخلص من يوتيوب كنتخلص من يوتيوب، انا ديما كنجيكم بحال التراك ماشي اول مره. يعني السيد كان صاحب مع واحد السيده 5 سنين، جات هي عندها قالت لها غنتفاهموا انا وياك نعطيك جوج ديال المليون ونتفاهموا على نزار ونصيفطوها للحبس. وديك ديك الهضر مع 5 سنين شنو قالت؟ قالت اختي بعدي منه انا ما بينيش بها بعدي مني. ما ناخذش يعني دور نزار. يعني انا شوف انت كتبغي تصيفطي عباد الله، باغا تدبري عباد الله، مشيتي انايا قلتي لواحد الدريه طلع يقول لي المليون يبغي يغتصبك. بغيتي تدبري لي تصيفطني للحبس، مشيتي عند واحد السيد طلع قول بان ناصب عليك بغيتي تصيفطني للحبس، ها ربي كيجيبها لك. راه هادشي شوف اللي كيحفر شي حفره كيطيح فيها، راه كل واحد وعلى نيتكم ترزقون، راه هذيك النيه الخايبه ديالك اللي كتجيبها لك. وتا دابا انا تنقول لك راه مازال شي امور كبار، راه كاين عندي واحد الفيديو عندي شحال من حاجه عليك، اقسم بالله تتمشي للحبس. انت دابا عندك جوج شكايات، حنا تنقولوا باش ما نطولش عليكم اخوتي هذا الفيديو، حنا درنا هذا الفيديو كنوجهوا للشعب المغربي كامل، حنايا ما درنا حتى شي حاجه ومغاربه فوق راسنا وفوق عينينا، وراكم الحمد لله لي كومونتير كامل ما حتى شي واحد ما كيسبنا ولا شي حاجه، الحمد لله فوق راسنا وفوق عينينا، حنايا راضيين باي حاجه طلبها منا القانون، حنا تحت الاوامر ديال القانون، بغاتنا السلطات ولا بغاتنا النيابه العامه على الراس والعين، داكشي اللي كاين غنقوله، وحنايا انا كنعرض الهاتف ديالي للخبره التقنيه. وحتى انا كنعرض الهاتف ديالي للخبره التقنيه. انا عرفتي تعرضي الهاتف ديالك للخبره التقنيه. عطيوها الهواتف ديالنا للخبره التقنيه، دير على ليكسبيرتيز. دير على ليكسبيرتيز الشرطه العلميه والتقنيه يديروا على ليكسبيرتيز واي حاجه بغاوها. واحد الملاحظه في كيشان، انا كنتمنى القضيه تكبر باش الهواتف ديالنا يتراقبوا، بغيت التليفون ديالنا يتراقب ملي كنت مزوج بها مع من كانت كتهضر ومع من ما كانتش كتهضر. باش خاطر داكشي كيبقاش غير المهم الخوت انا كنقولها الاوامر ديال النيابه العامه والسلطات فوق راسنا وفوق عينينا، المغاربه نتوما فوق راسنا وفوق عينينا، ماشي اول مره كنقولها راه ديما وكنحترمكم لدرجه اننا ما كنخسروش الهضره، وبان ديما انا البيبليك كنشكر وديما انا معاكم، اللي كيعرفني بشحال هضر كيعرفني كيدير ماشي تمثيل، حنا عندنا الرجوله والمصداقيه معاكم الحمد لله، انا عندي المصداقيه مع المغاربه، وانا تنقولها لا بغات السلطات الهاتف ديالي تعرضوا على الخبره التقنيه انا مستعد ندير على ليكسبيرتيز، ها هو هذا ما نطولوش عليكم الهضره. ربي تنبيعها بالخيانه الزوجيه حق الرب العلي العظيم. ما نطولوش الهضره صافي لي زوجيه. كنتفكر شي حوايج اقسم بالرب العلي العظيم وحق الرب العلي العظيم غنديرو
هو تيدينا غير تراقبوا واخا كتهضر مع شي واحد من المرضى صافي اقسم بالرب العلي العظيم تيدعي شي ما دعيتكش راني غنقبر ودي الكل غادي زعما صافي خويا قطع انا خدام مع ولد الناس لا مع بنت لا مع والو هي كتهضر معايا